نحن هم الحلبية، نحن النادي الحرية، تخو علينا برزق أعداء الإنسانية، والغفو الله يا عرب شهدنا الفومية والجرحى فوق شوية والأسرى مالومات جوا فروع الأمنية، والغفو الله يا عرب شهدنا كل يوم تزداد قمة وعلمنا البياد دمنا روس البلاد عملوا خطة حربية، والخافوا الله يا عرب فكرونا رح منخاف نحن طلعنا على الكتاب صرنا النادي بالهتاب حرية حرية، والخافوا الله يا عرب قعدوا بأحلى الفنادق حامس حفر الخنادق يا عربي من الصادق وين اللجنة العربية، والخافوا الله يا عرب يا رفاز الدولاب، والخافوا الله يا عرب يا رفاز الدولاب، هذا ينفذ هذا يبين